اللي بيبعثونا على العمل بيطلعونا احنا فلسطينيين العراق ناس كذابين ما بينا نشتغل مع العلم هم ارباب العمل بيرفضوا الفلسطين للعمل. شلون الفلسطيني احنا قلنا اذا ببعث الفلسطيني راح يعطيه راتب 800 يورو او 600 يورو بساعات زمنيه، ثمان ساعات زمنيه عمل مع اوفر تايم. القبرصي بحق له ان يجيب مستوردين ثلاثه او اربعه بمبلغ 450 يورو وبكرب عليه من الصبح للليل. أيهما بفضل أن ينطي العمل للفلسطيني لو أما بينطي العمل للأجنبي اللي بيجيبوه؟ هنا إحنا بطلعونا أي واحد بروح بطلعوا كذاب، بطلعوا أنتم ما بدكم تشتغلوا، أنتم جايين بس على الصكوك، بدليل إنه في شخص عندنا استلم صك نشروه بالبلد هنا إنه لاحظوا إنه هذا صك اللاجئ الفلسطيني بياخذ 7000 يورو بالشهر وما خلونا. لا علما وضح له ليش علما علما انه هاي الرواتب هي عباره عن تكديس 7 اشهر او 8 اشهر يلا يصرفوا للواحد لما يصرفوا شيء اكيد بده يعطي صرف ب 7000 يورو زين. طب اغلقت لنا مشكله هون دقيقه واحده بس احنا الحين بدنا نخلص كل ده بس العفو احنا عندنا مشكله صار